هاد لامارك هادي جابو من شي باج فيسبوك ياك. المهم انا كان كيعجبني كلامكم بما انه وجهوا بزاف ديال لي كومونتير من مور المقلب، قالوا لي جيب ليها كادو باش زعما ترضى عليك وتسمح لك وتصالحوا. الوغ حنا ما تصالحناش 100% الصراحه. مشى دار لي فراسو، دار مونتاج لابيق لابيق وحط الفيديو شفتوه. او مور المقلب ملي شفتو قلت لي جيب لها كادو هاد اليوم اختي. وصلوني هذوك البوفات صراحه كنت عارفه غير وصلوني هما والهيادر ديالهم، غتشوفوهم دابا. وصلوني البوفات ديالي وهنايا جوج هيدورات ديالهم، انا نحلهم نوريهم لكم ونعاود نديرهم في سميتو في السلوفان. عندي السلوفان ديجا باش حتى للدار ان شاء الله ونفرشهم. ما شفتو هادوك كنت عارفاهم غادي يمشي. اما بالنسبه لهذا الشيء الاخر ما كنتش عارفه الصراحه. غنشارك معكم شنو جاب ليا اختي. راجلي ولا لومانسي. نبداو باصغر حاجه، هذه اغلى حاجه، هذه اغلى حاجه. نبداو باصغر حاجه. راجلي ولا لومانسي بيجاما خويتي، بيجاما زوين وين ديالها غير كيبان لكم في الكاميرا هكا حيت انا شاعله الرينغ لايت. عندي هاد البوله هادي تحرقات ولينا عندنا واحد الشميعه تمايا ماشي بوله شميعه. هادي راه في الاحمر هانتوما ها لا كولور ديالها الحقيقيه في الاحمر وفيها قليبات. دابا قلبك حل ما قلبي ليك حل. ها كيفاش؟ المهم جاب ليا هاد البيجاما هادي مع السريويل ديالها بحال هكا كيبان لون حتى كنقرب حيتاش في البعيد كتبان بشكل اخر. المهم هادي الحاجه اللي وجاب ليها هاد الروبو هذا اللي صراحه كان عاجبني، وجابوا لي في لاكولو اللي بغيت. جابوا لي في الاحمر ملي غير الاحمر مازال ما شفتوش الصراحه. كاينه تبرد وكاينه ديك ديال الحراره. كان زدو بان بان حنا لا كارونتي ديالو ولا هادي. المهم من هاد لامارك هادي جابو من شي باج فيسبوك ياك. المهم انا كان كيعجبني كنشوف في اليوتيوب عند بزاف الناس كيشتو في فيسبوك. في شحال من بياسه قلتي؟ شحال قلتي من بياسه؟ 45. 45؟ ما شاء الله. المهم هادشي بزاف عادي ما غنفهم ليه منين ندوز. ان شاء الله غادي نشارك معكم كلشي اي حاجه غنشاركها معكم ونشارك معكم كيفاش. هذيك اليوم توصل فيها عصاره بالليمون. يعني فيه عصاره الليمون فيه كلشي. هذه وعندك هذا وعندك هذا هذا ها الجنده ديالو كديريه وتشربيه من هنا في اي في اي كاس. اي كاس من هذوك الكيسان. عندنا الكيسان في الالوان، كاين هذا اللون، كاين الاحمر، وكاين كاين البلو. زعما قبيله فاش حليت الكارتونه باليا كاين هذا الصفر والخضر والاصفر.
كتخوي من هنا كتخوي لها غير هذيك كتخوي من هنايا هاي منين كتخوي شتي كتعرضي ليها بحال هذيك الناس تحطيه بحال هكا كتعصري وكيبدا يتخوى لك من هنا هذه العصاره ديال هذا دابا بحال الا عصرتي شي حاجه فشي كاس من هاد ولا هذه ماشي ديال هاد ديال شي كتخور شتي شي كتخور والله راه فيه بزاف عرفتي شنو فيه الخبار والله هذا ديال هذا العطريه اللي كيكون ديال وكيولي كاس يعني منو عصرتي فيه ومنو تهزاه باش تقدر تشرب. باهي تسدي خضر. واو إلا بغيتي تسدو تحطو في الثلاجة. زوين الصراحة. كاينين بزاف الحاجات. وهادو هادو إلا طحنتي الحاجة. الله يخليهم. كل كاس طحن فيه حاجة ودير لها. هادو إلا طحنتي الحاجة وبغيتي. بغيتي تصفي. تصفي من فوالا تخلي داك الشلف الداخل و وهذا هذا كتبولي اه ولكن هذاك مالو هذا تدخلي تشوفي لا كيتحيد هذاك هذاك الصفا شي حاجه يعني كتقدري ديري فيه شي حاجه وكتصفى بحال كيبقاو الجنوب تما اه هي كدير الحاجه هنايا وكتعصر اه في راسكم من داك اللي كتلوح لي فخوي داك الشيء والخضره هنايا كتعصر وكي كيخرج العصير ها هو كيخرج هذا العصير بوحديته ها هي تيبقى العصير وهنا كيبقى داك الشرف زوين صراحة غزالة سي غزالة شوية أحسن كابو هي أحسن كابو الله يعطيك الخير الله يعطيك الخير أخويا الله يعطيك الخير قال لك المرأة المغربية الوحيدة اللي تقول لها والله أخويا كي ولي صحة عاود الله يعطيك الخير الله يعطيك ما يشكل ديالها بالحق فين هي الحمراء اه واش يعجبوك انت هذا الريوس هذا تيعطيك عاطيني كل شيء مضوء واش فيه جوج جوج بحال هذا الريوس هذا باش انا خسر لك الراس ديال هذا فاسك راه دابا هاد الروبو هذا غيخليني انني هذيك الروبو اللي عندي ندير هذه بهاد العجينه اي تدخل هذيك تكون هي العجينه وتحت هذه باش كدفعش ولكن دفتها كاينه حتى في هذيك هادي فيها الكفته وفيها الا بغيتي شي حاجه تتقطعيها طريفات اه ديك اللي بحال هنا ماشي وحده اخرى بحال هكا قلتي لا وفرات بغيت نحل هادي راه نشوف لا تما فيها السدادات ماشي سدادات بنينه واش هي كتهز من فوق ولا لا سدادات كيفاش كيتحلو ولا سدادات بعد بغيت نكتشف الجالس انا وعادي خاصنا واحد 20 دقيقه غير ديال هادشي هذا نكتشفوا السدادات عادي ما كنعرفش حاجه وحده هيا هيا ها حنا كدور لهادشي وهاد السدادات هادشي يعني ها علاش ما بغيتش هذا راه نشوف نورمالمون ها الحل شتي كيديروا فهمتي راه قفلت ما يمصر اه هكا مكفول اه الجهه الاخرى محلول غير هي مذكره لا تنبيع باش ما تنساش المهم هذا هو الكادو ديال عادي الموطور ديال هذا الشيء كله ديال هاد التخميزات كامل اللي شفتو هو هذا هنا كنت عليكم على لاصقه ديال ديال عادي كيفاش كتحيدي ديك الكومون هاديك كيبقى هذا لا كتحيدي ديك زير شوف نبوش تتكتشف هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم غندير ليه دابا المونتاج وغنحطو لكم دابا حيت البنات بقى فيهم الحال حيت بكيت في المغرب وقالوا لي خاصو ضروري يجيب لك كادو وبما انه حنا كنتو ظهرنا من جديد يعني كنشريو تقريبا كل شيء جديد كاع داكشي اللي كان عندنا في الدار دابا الدار كتقول لكم خاويه بزاف البنات تيقولوا لي دارك ولا عرفتي عادي كيقولوا لي دارك ولات خاويه خاويه فريمون راه بصح خاويه الفراش كله صيفطو لماما الاكادير تقريبا بقات عندي غير لا شومبر داكشي ان شاء الله حتى هي قريبه غادي نحيدها واخا يلاه دتنا غير مؤخرا
ما شاركتهاش معكم حيت واخا بدناها ما ارتحيناش فيها سيرتو عادي ما بقاش عاجبانا مزيان ولات تيقول لي ما غنرجع عاوتاني ندير طابيسي. انا خديت دوك لي مبل كلهم كوفخي، خديت هذوك لي كوفخ بحال هكا، خديت هذوك لي بوف، خديت كاع داكشي البيت نعس تقريبا راه قرب نجيب كلشي، وحتى ديال الصالون راني بديت بحال اللي شفتو اليوم هذوك البوفات وهذوك العيبات ان شاء الله غندير الصالون حتى هو يكون كوفخي. بزاف الحوايج غيتبدلو، بزاف الحوايج فريمون غيتبدلو، دارنا راه خاويه كيف ما قلت لكم، حتى بيتزيا حتى هو راه باليكم خاوي تحيد منه كلشي، بقات غير الناموسيه وهذيك البالونسوار والطوبوبو اللي شرينا ليها هاد الايامات هادي، فقط هادشي اللي بقى عندنا في الدار. اما كلشي يلاه كيتشرى من بدا وجديد، وان شاء الله اللهم يسر يا ربي، والله يجعلها نعمه دايما يا ربي، اللهم اديما نعمه محفظه من الزوال كيف ما كنقول لكم دائما، والله يرزقنا من حيث لا نحتسب بحنا وانتم وجميع المسلمين يا ربي، واي واحد قلبه بيض ربي كيعطيه على قد نيته، واي واحد قلبه مزيان وبيض وكيتمنى الخير للناس ربي يقول لي انت اولى، عاد ديك الساعه الدعوه من ما غتمشي. اما الانسان اللي كيكون قلبه حاقد وقلبه كحل راه ربي كيعرف كيفاش كيتعامل معاه، وربي كيخلصو على قد نيته، والحمد لله حنا قلبنا بيض وكنبغيو الخير للجميع وكنبغيو الخير لجميع الناس بدون استثناء، وربي كيجازينا على قد داكشي اللي كنتمناو للناس، كنتمناو الخير لجميع الناس وكيجينا الخير الحمد لله. الحمد لله يا ربي كنحمد الله ونشكرو دائما على نعمة الصحة، على نعمة الدنيا الصالحة، على نعمة بزاف الحاجات. حنا الحمد لله عرفتو راه غير في لافيديو اللي فاتت ديال المقلب غايبان لكم انه راه اغلى حاجة، لان ربي يعطيك واحد البيت ولا واحد الوليد وتفرح به، ما عرفتش كيفاش نقول لكم، فرحتي كبيرة بزاف بيان سيغ حيت خاصها تورك. والحمد لله الله يخلينا لبعضياتنا، والله يبعد علينا شر الخلق، والله يبعد علينا شر الخلق. وكنقول لكم دائما الانسان انه يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، ويتوكل على الله ويكمل حياته. تهلاو لي فراسكم تلقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، نقدر نصور لكم غدا. باي، بوسه كبيره لكم، قولوا باي باي عادي. Come on.